ريف دمشق الجنوبي بلدة زحم، معاناة الأهالي جراء انقطاع التام للتيار الكهربائي ونقص المحروقات، ومع قدوم فصل الشتاء وشدود البرد. يعطيك العافية أخي. جميل الله يعافيك. تحكي لنا شوي عن معاناتكم هون. والله يا أخي شوف ادعينا مكسر بهالحصار، ما في عنا كهرباء، ما في عنا مازوت، صرنا سنين على الحالة، صرنا أكثر من سنين على الحالة. هلا خلص الحطوات، عم نقطع شجر الطريق، شو بدنا نساوي؟ قطعنا الشجرة بالطريق. الله أكبر. هون هلا عنا طفل مريض وعنا حجة تعبانة وبرداني، شو بدنا نساوي؟ بدنا حالنا أقبالها في الحطب. من شان في هاللوت في هالعيار، شو بدنا نساوي؟ لنا الله يسلمك. كسرنا أول شجرة وهي الثانية، إن شاء الله يعني هي ضرر لل بس ما نسوي عالم ما شاي ايدي دكتور ما عندي شو نسوي الله يفرجه دق ابي لا حول ولا قوه الا بالله ريف دمشق الجنوبي بلده بيت سحر معاناه الاهالي قدمنا مقطع ما تقيمه